من هذه التصريحات. خلينا نشوف ماذا قال السيد رياض عبد العباس بخصوص نادي الشرطة وعدنان درجال. هم الإخوان الآن يعني طارين على نادي الشرطة بصراحة باستثناء واحد أو اثنين منهم. طبعا مو فقط على نادي الشرطة، على الرياضة كلها. يعني هم ناس يعني بعيدين عن الوسط الرياضي، لكن اجوا بغفلة وبصراحة هم لا يمثلون نادي الشرطة. يعني اليوم لو تجي على مدار كل الإدارات اللي مرت في نادي الشرطة ما وجدنا إدارة غريبة على نادي الشرطة مثل هذه الإدارة. أنا مرات أقول أكو قضية مثل يقولون تعريب المنطقة دائما بالمصطلحات السياسية، وهي تعريب المنطقة. أنا أقول الجماعة أوصفهم تغريب نادي الشرطة، يعني خلوا نادي الشرطة غريب. يعني اليوم أغلب أبناء بكل اللعبات هم بعيدين عن نادي الشرطة، ما يشوفون نادي الشرطة ولا يدخلون به. جبروا الهيئة الإدارية، لأن آن المشكلة وين؟ إحنا كنا في الهيئة الإدارية 8، 6 هم صح أبطال ورياضيين في لعباتهم، لكن هم منتسبين في الوزارة الداخلية ضباط فقط، آن ودكتورة عذراء مدنيين. وبالتالي وزير الداخلية تخيل شخصا هو بشخصيته وعندي الأمور موثقة وصور استدعى الهيئة الإدارية باستثناء أنا ودكتورة عذراء وصور موثقة، وأخذ استقالاتهم عنوة، يعني مطبوعة الاستقالة بسطرين، وعندي الاستقالات موجودة بعدين حصلت عليها بنفس الكليشة ما عدا الاسم يتغير، وقع أطلع فجبرهم على الاستقالة طبعا وانحلت الهيئة الإدارية. هذا الإجبار مو أنا أقوله، بعدين من طلع محمد سالم غبان من الوزارة ورحنا للمحكمة الرياضية نفسهم اجوا شهود، وموجودة شهودهم شهادتهم عفوا بالقرار القضائي، انه قالوا احنا عسكريين والاستقالة اخذت بالاجبار وبالقوة. اتأملنا خير بمجيء الكابتن عدنان درجال انه يأخذ بأيدي كل الكفاءات الرياضية، يجمعهم حوله باستمرار، يلتقي بيهم باستمرار، يسمع منهم. ويعني كنا نمني النفس أنه ناخذ أماكننا من خلاله ووجوده بالوزارة، لكن يؤسفنا. يعني أنا واحد من الناس شعرت بإحباط جدا كبير طبعا بعد يمكن فترة الأخ عدنان قاربت على الانتهاء، يعني شعرت أنه يعني بقى ملته بنفسه، يعني كيف يحقق طموحه. هو طموح مشروع، لكن لا أنه دائما طموحك يخليك تغرد وحدك وتفكر بنفسك. هناك زملاء لك، هناك كفاءات ظلموا بكل اللعبات، فما وجدت الأخ عدنان أنه فعلا لبى طموحنا، وهذا ما يعني يؤسفنا جدا. الأخ شرار حيدر يعني زميل وعزيز وجيد، وصار له فترة جدا طويلة يعني بهذا العمل، واكتسب خبرة ممتازة، لكن اليوم كرئيس اتحاد ما يقدر، لأن عند شخصية شرار ما يقدر اليوم يتعامل مع مجموعة من الثقافات المختلفة. تدري أنت اليوم أعضاء الاتحاد ثقافات مختلفة وسلوكيات مختلفة. الشرار من النوع صبره قليل، يعني ما يقدر يقاوم، والدليل أنت لو تلاحظه في كل دورة هو يستقيل، يكون نائب أول ويستقيل، ما يقدر يتماشى، لأن هو شخصية اللي ما يعرف شرار أنا أعرفه زميل وأخ، شخصية جيد محترم نظيف، بس مو مال عمل بمستوى اتحاد كرة القدم، لأن أكو منغصات كثيرة باتحاد كرة القدم ما يقدر يقاومها. الأخ عدنان درجال حتى في حال يصير رئيس اتحاد كرة القدم، الاتحاد على الهيئة العامة الموجودة وعلى التوليفة الموجودة يعني ما يستمر الاتحاد أكثر من 4 شهور أو 5. عدنان درجال ما يستمر لأسباب أنا أعرفها. عدنان دائما يحب يقود السفينة وحده. طبعا اليوم في الهيئة العامة أكو شخصيات معتدة بنفسها ومحتزة بنفسها، وتؤمن هي قادة أصبحت تقود الكرة العراقية، مثل الأخ علي جبار ومثل كثير، تحياتي لهم. فبالتالي التوليفة ما راح تكون منسجمة وتكون فيها تقاطعات كبيرة،
وبالتالي أنا أشوف ما راح يستمرون فترة بعيدة ولا يذهبون بعيد ويحققون ويلبون طموحات الوسط الكروي أو الشارع الرياضي. هذه رؤيتي وراح تكون الأمور بيناتنا. الأخ يونس بعد غير ناضج أنه يقود كرئاسة اتحاد كرة القدم. أنا أشوف عبد الله مجيد أربيل شخصية متزنة محترمة، مكتسب خبرة كبيرة، كاريزما جيدة. أنا أشوفه هو الآن الأنسب أن يكون رئيس اتحاد كرة القدم.